مهنة صناعة الحصر جمع حصيرة مهنة قديمة ومعروفة في سوريا وخاصة في حلب. وتأثرت صناعة الحصر كغيرها من الصناعات بسوء الأوضاع، لكن نورس صاحب إحدى المعامل بريف حلب الغربي أصر على العودة إلى مهنته وأطلق العنان للآلات من جديد. لنتابع سويا. تشتاق الأذن لسماع هذا الضجيج، ضجيج معامل النسيج والتي اشتهرت بها حلب، وتوقفت معاملها في الريف الغربي بسبب الأوضاع الأمنية وانقطاع الكهرباء منذ سنوات. غير أن نورس أعاد تشغيل معمله في الأتارب بريف حلب الغربي والذي ينسج الحصر الرخيصة. اليوم حصير النايلو المطلوبة من المناطق المحررة، كون أنه صناعة قديمة وموجودة قديماً ومن متطلبات الحياة لدى الناس. وبالنسبة للمتطلبات هالصناعة هاي، بنطلب من غرفة صناعة حلب انه تطوير هالمنشأة هاي وزيادة المنشأة مكانات المنشأة من اجل زيادة حاجيات الناس ومتطلبات الناس. بعد مراحل عديدة من تحويل المواد الأولية إلى قش بلاستيكي إلى صبغها ثم نسجها، تعود الصناعة الحلبية في الريف الغربي إلى الحياة رغم التحديات. فالكهرباء المقطوعة استعيض عنها بمولدات ضخمة، والمواد الأولية تعبر مئات الحواجز حتى تصل إلى المعمل لتبدأ رحلة التحول إلى حصيرة منزلية. هاي المهنة مهنة قديمة، أولي كانت يدوي، قلت مع تطور الزمن وهذا صارت كهرباء. هذه الماكينة هاي عبارة عن مواد بلاستيك، من جبنا نحن صبغة في ماكينة إلى بتحلل المواد، نحن من عبارة من تحليل نطالع إلى قش، والقش هذا منربطه ومننعلقه. بينما يستمر صوت الرصاص والحرب والموت خارج هذا المكان، تستمر الحياة هنا وتدور المكائن متحدية واقعا بات صعبا بكل تفاصيله كلما دارت عليه السنين. محمد، يعني هي النقشة بالأخير اللي كانت طالعة بالتقرير كتير يعني مألوفة علي، حسيت أنه فعلا كتير شايفتها بكل الأسواق، كانت تنحط بالمساجد بالجوامع بكتير أماكن. صحيح، هي خاصة بالصيف يعني بتعطي شوية برودة، رغم أنه الصناعة مثل ما قلنا تأخرت شوي بسبب الظروف الموجودة بسوريا، لكن منيح أنه عم تعاود حاليا.